السلام عليكم ورحمة الله. أنا النهاردة إن شاء الله هنعمل المنزلق بتاع الراوتر. فكرته سهلة جدا وبسيطة. تعالوا نشوف مع بعض. أول حاجة بحتاجها قطعة خشب عرضها حوالي مثلا 30 سنتي أو 25 سنتي وطولها على حسب طول الطاولة بتاعتك، ولكن بيزيد من الأطراف سمك الخشب اللي هيتركب هنا كده. الخشب ده هيتركب في القاعدة دي كده، تمام؟ انا هنا عملت مكانين للمسامير، تمام؟ عشان لو انت عايز ترجع دي الخلف جامد كده ممكن نرجعها لحد هنا وبعدين نبدأ نربط بالمسمار كده، تظبطها على البعد اللي انت عايزه وبعدين تبدأ تربط. Thank you.
في النهاية أتمنى الفيديو إن شاء الله يكون مفيد وطريقة التنفيذ تكون سهلة. طريقة رفع الراوتر سهلة جدا، وهسيب لك الرابط بتاعها في أول تعليق وفي شريط الوصف. دعواتكم لنا بالتوفيق، وأللهم جزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.